കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ ജേതാവായ മദീനത്ത് സി എം ഇഫ്ലു വിദ്യാർത്ഥി അൻഫാൽ അറബി ആവേശകരമായ അറബി പ്രസംഗവുമായി വേദിയിലെത്തുന്നു. الحمد لله الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى وزين السماء الدنيا بمصابيح وأنبتنا في الأرض عنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا فتبارك الله أحسن الخالقين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد. ويا إخواني في الله وسادات الحفلة حييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أظن حقا أن هذه الفرصة فرصة الذهب، لأننا نبحث عن البيئة التي نعيش وتنظيفها، يعني نتكلم عن بقائنا في الأرض وسبب سلامتها. ويا معشر الطلاب، أرضنا الذي نعيش فلق قد شذ وفذ من أفلاك الكون بأسباب عديدة ونعمات كثيرة، وزود الله ما نحتاج لنا من التسهيلات دقة ودقيقة شملة ووافرة، وفي كل شيء له غاية تدل على أنه الواحد سبحان الله. ولكن الإخوان نحن الآن أمام تحديات كبيرة تواجه البيئة، مشكلات لا تجهد ولا تنكر أحد إلا الغافلون الساهون. إنه كما قال الله في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ويا أولي الأبصار، وها نحن نشاهد قد قلت الأمطار وجفت العيون، وسرعان ما تبدلت حلوت الأرض وخضرتها إلى تجفف واليبوسة، وتكونت الجبال نفايات وغابات البلاستيك، مكان الجبال الأوتاد وغابات الأشجار. ولا يزال يكتشف أمراض مخيفة يوما بعد يوم. ويا لسوء حظنا، ولم تكد الطبيعة الزاخرة تغيب والعسور ويا فكيف إن هدرنا إلى هذا الوبال الحقير؟ من المسؤول عن هذا؟ ألم يعن الأمان يا حماة الدولة توقف استغلال ثروات الأرض باسم التقدم والتطور؟ كفى يا عباد الله تطورا غير فطري، دعوا يا أمة الله تقدما دون تدبيري. تحلوا يا إخوان بنظافة البواطن والظواهر. نعم، نبدأ من أنفسنا ومن بيوتنا أولا، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وينبغي أن تتساند الجهود وتتكاتف الأحمال في إحياء الروح النظافة والطهارة بين الناس. ولا بد أن تستيقظ الأمة أنه لا مخلص للعالم اليوم من أزماته الخانقة إلا الرجوع إلى إرشادات الله الكون. وهذه مسؤولية الجميع، وليست المسؤولية مقصورة على أناس خاصة أو جهات فحسب. ولا ننسى دور الآباء والأمهات في تربية أبنائهم على ذلك الوعي، ولا يحمل المدرسون واجبهم في غرس هذا في نفوس الطلاب. وكذلك حملة الأقلام ورجال الإعلام، كل على حسب قدرته ومسؤوليته. سدد الله خط العاملين
بارك الله في جهودنا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. ആഘോഷകരമായ അറബി പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു കേശവാർഡ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവർഗൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു.